احنا اتفقنا ان الميموري مهمه جدا جوه البي ال سي وهنعوزها كتير جدا واحنا شغالين. مش استخدام دلع ولا حاجه، بالعكس انت يكون عندك كارثه حلها انك ترجع للبي ال سي بسرعه. في صفحه في البي ال سي انا بعتبرها من اهم الصفح، صفحه اسمها ستيتس شارت، هو عباره عن جدول بس بجدول اي حاجه عايز تعرف حالتها هو بيدخل دايركت على الميموري يقول لك حالتها كذا شغاله ولا مطفيه. احنا في اعطال انا حلها يعني ممكن تكون موقفه المصنع اسبوع نحلها في 7 ثواني. الفكره كلها ان هم شاكين في المفتاح، قول له المفتاح الفلاني حالته ايه عايز اعرف، مقفول وقال لك بزيرو يبقى الهاتف المفتاح خلاص خلصت. الموتور مش شغال، جيت عند البي ال سي قلت له عايز اعرف حته الاوتبوت ايه، قال لك ان هو شغال يبقى خلصانه. العيب مش في البي ال سي، الموتور بره اللي بايظ او الكونتاكتور اللي بايظ او في فازه واقعه، فاهم؟ فدي نقط مهمه. بس عشان اعرف اتعامل مع الميموري لازم اعرف كويس جدا البي ال سي بيتكلم بأي لغه. اوكي، ولما اجي اقرا الحاجات دي اعرفها ازاي؟ اللغات اللي جوه البي ال سي عباره عن باينري وديسيمال وهكس ديسيمال وريال وفلوتنج بوينت وبي سي دي واسكي. دي اللغات اللي جوه البي ال سي، باينري وديسيمال وهكس ديسيمال وفلوتنج بوينت وريال وبي سي دي واسكي. من الاخر عشان الموضوع يبقى سهل شويه تعال نقسمهم بطريقتين. لا مفيش السوماني هنا خالص. الارقام من الاخر يعني البي ال سي كل كلامه ارقام، احنا عندنا لا احنا بنتكلم حروف سواء كان بالانجلش او بالعربي، لغتنا عباره عن حروف. هو لغته كلها ارقام، يعني يوم ما يحب يقول لك صباح الخير بيقول لك بالارقام، يوم ما يقول لك في عطل بيقول لك بالارقام، يقول لك ان كله تمام هيقول لك برده بالارقام. الارقام اللي عنده انتجر وريال متقسمه لاثنين كاتيجوري، ارقام صحيحه ارقام بالعلامه العشريه، متقسمه لحاجتين ارقام صحيحه وارقام بالعلامه العشريه. الارقام الصحيحه اعتبرها كانها عربي، يعني اعتبر كان انا بتكلم عن عربي. العربي في منه لهجات، عربي اللي جاي من الصعيد واللي جاي مثلا من اسكندريه واللي جاي من اللي قاعد في القاهره، فالعربي ليه لهجات. اللهجات اعتبرهم هنا اللي هو بيسميهم باينري وديسيمال وهكس ديسيمال وبي سي دي. الريال اللي هي ارقام بالعلامه العشريه اعتبرها كانها لغه ثانيه، يعني في برضه منها لهجتين. لهجه برضه اسمها ريال ولهجه بيسميها فلوتنج بوينت. اوكي، الريال متقسم لريال وفلوتنج بوينت. من الاخر الارقام الانتجر هي الارقام الصحيحه بس، الريال هي الارقام العامة العشريه بس. اي حاجه في البي ال سي شغاله بارقام صحيحه عادي. لو انا بتكلم عربي اظن ممكن اضحك عليك وامثل واعمل نفسي بتكلم صعيدي، يعني مش تاخد بالك قوي. ممكن اتكلم لو قعدت في اسكندريه شويه اتكلم بلغه الاسكندرانيه. نفس الكلام لو عندك اي حاجه في البي ال سي شغاله باينري ينفع خليها تشتغل ديسيمال، وينفع خليها تشتغل اكس ديسيمال، وينفع خليها تشتغل بي سي دي. مثال وهقنعك قوي بيه، الكاونتر بيعد ارقام صحيحه ولا ارقام بالعلامه العشريه؟ صحيح، عمره ما هيعد ازازه ونص، صح؟ حتى ما كانت مكسوره عندها واحد، يعني شغال بالانتجر. يبقى ينفع في البي ال سي اخلي الكاونتر يعد باينري او ديسيمال او هكس ديسيمال او بي سي دي، بس تفتكر انا اخليه يعد ايه؟ افضل حاجه بالنسبه لك ايه؟ انت متخيل ان الكاونتر بيقول لك ان طلع 0110101001 ازازه؟ افضل حاجه ايه؟ ديسيمال 2 3 اللي هي لغتنا، 50 ازازه يعني 50، 900 ازازه يعني 900، 4000 كرتون يبقى 4000 كرتون. فدي نقطة، لو أنت فاهم كويس جدا الحاجة اللي هتشتغل معاها وعارف الفورماتس اللي متاحة إيه هتختار الأسهل لك. يعني في ناس هتعقد نفسها، هيجي عند الكاونتر يقول له فرجنا على الكوم الباين، هيقول أنا مالي أنت عايز كده، بس الله يكون في عونك وأنت شغال بقى. أنت جايبك رقم محتاج لسه تحوله لديسيمال، أوكي؟ أو جايبه لك بالهكس ديسيمال لسه تحوله لديسيمال، كله ينفع بس دوت أسهلهم، ده بالنسبة للكاونتر. لكن مثلا تفتكر المفاتيح ميموري، والميموري بيتكتب عليها قيم، صح؟ فالمفاتيح انا ممكن احولها لقيم، يعني لما اقفل الاولاني والخامس والسادس معناها كذا، الاول والثاني والثالث معناها كذا. تفتكر المفاتيح ارقام انتجر ولا ريال؟ اه ينفع اقفل مفتاحين وربع؟ لا لا انتجر صح؟ طب الارقام الانتجر اسهلك بقى في المفاتيح تشوفها باينري ولا ديسيمال ولا هكس ديسيمال ولا بي سي دي؟ باينري. اما يقول لك 1100 معناها مقفول مقفول مفتوح مفتوح، صح؟ 0101 مفتوح مقفول مفتوح مقفول. فدايما الانتجر على عيني وعلى راسي، بس حسب الحاجه اللي هشتغل معاها هيكون الاسهل باينري ولا الديسيمال. مثلا البي سي دي حد عنده خلفيه عنه؟ طيب البي سي دي تفتكر لو انا بتعامل مع كاونتر زي ده لا مش ده صح اهو، كاونتر زي ده بدخل منه قيم، بكتب مثلا منه رقم 100، عايز اقول له مثلا خليك 100 كرتونه ووقف على كده النهارده، فعايز اكتب له 100.
قيمة زي دوت يعتبر يشتغل بيه، هو ارقام صحيحة ولا لا؟ اكيد 1 2 3 100 500 900 99 كلها ارقام صحيحة. افضل حاجة دي الباينري ولا الديسيمال ولا الهكس ديسيمال ولا البي سي دي؟ بي سي دي بقى كده. ها عارفين البي سي دي ولا لا؟ ايوه بس 10 مكونات. ها انا ليه انك فاهمه مش هم اسمه. ما هو خلاص يبقى استنى ما نشرحها بعد كده اسالك سؤال تاني عشان لسه هنشرحها. تمام؟ الريال لو انت بتعمل مثلا الريال مثلا تفتكره مع ايه؟ ايه في البي ال سي ممكن يبقى ريال؟ يعني اللي هو ايه بقى مختصر المفيد اللي هو ايه؟ الانالوج. هو الانالوج انا اترعب اعمله ديجيتال اخاف لان انت ايش ضمانك ان اللي داخل اسانسير ممكن يطلع واحد وزنه يعني واحد وش واحد بيطلع 100 كيلو جرام وواحد 100 كيلو وواحد جرام من 10. البي ال سي لو ديجيتال مش هينفع لازم يكون ايه؟ انالوج. عشان كده اي حاجه انالوج انا هريح بالي واعملها ايه؟ ريال. حتى لو قلت لي ما ممكن يطلع رقم صحيح بس دايما الرقم صحيح ممكن بسهوله جدا اقبله على انه انالوج لو اتقرا على انه ايه؟ لو انا عندي رقم احنا شغالين انالوج مثلا في اوزان او في درجه حراره هتقول لي لا معلش ما يمكن الانالوج يبعت لك رقم ايه؟ صحيح صح؟ ايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ لو انا مختاره ريال عارف هو اوتوماتيك هيعمل ايه عند الرقم الصحيح؟ هيزود الصفر 10 هيزود بوينت 0 يبقى مليون المية ما دام شغال مع الانالوج رايح دماغك واشتغل ايه؟ بالفورمات الريال سواء الريال او الفلوتنج بوينت عشان انا ضمنت ان رقم 5.5 هيطلع 5.5 5 هكتبها 5.0 0 ففي الحالتين شغال ايه؟ مظبوط. تمام؟ ايه تاني ممكن تفتكر اعمله ريال جوه البي ال سي او فلوتنج بوينت؟ خاف اعمله انتجر مع ان ممكن يطلع انتجر بس خاف اعمله انتجر. ما ده كله تفاعل ان هو انالوج انالوج ده تفاعل انالوج المعادلات مش البي ال سي بيعمل معادلات؟ ما انا خايف يقسم 9 على مثلا 10 على 3 تديني 3.3 صح ولا ما اعرفش؟ كي ودايما هقول لك معلومه على فكره لا يمكن تشوف برنامج في العالم بيقول لك 5 مش في كومبير في البي ال سي لا يمكن تلاقي برنامج معمول بيقول ان هو ال 10 اكبر من 3 ولا لا؟ ما هو معروف انها اكبر عاملها ليه؟ لا يمكن تلاقي برنامج بيقول لك معنى 5 زائد 6 ما هو معروف انها ب 11. دايما العمليات الحسابيه بتتعمل حاجات انا ما اعرفهاش مجهوله بقول لك معنى اللي هيجي لك من الكاونتر ما اعرفش هجيب كام مع 5 او قارن لي قيمه التايمر بعد نص ساعه من تشغيل ترومبا معها مثلا رقم 1000. عشان كده دايما المقارنات بتكون قرارات انا ما اعرفهاش فاخاف اخليها انتجر انا لان ما اعرفش هيجي لك ده ايه. يمكن الشاشه من بره والعامل يغلس ويكتب لك 2 علامه زيرة هو حر صح مش هينفع ولا ما تدخلش قيمه ريال. فيفضل دايما الحاجات اللي اخاف منها احطها ريال او فلوتنج بوينت. جت ريال خير وبركه ما كانش كده كده هو هيحط بوينت 0 تمام. نشرح واحد واحد فيهم؟ ماشي العايز اتنين ماشي اتفضل. خلاص معلش عايز يبقى احسن لك هنا عايز تسند اجيب لك دي لو عايز اجيب لك دي. لا 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 دي اللي عايز عليها دي اوصل كده. الارقام الباينري جوه البي ال سي الارقام الباينري جوه البي ال سي عباره عن 0 و1 اللي هو زي مثلا انا عندي العربي ا ب لغايه ايه هو عنده لغته ما شاء الله يعني هي بس 0 و1 يعني هم يحبوا لك ان في عطل كله تمام بيكلمك بس كده عادي بتاخد منك معلومه لا يمكن يكون فيها اي ارقام غير ال0 وال1 هي دي الارقام بتاعته هي دي اللغه بتاعته. بس لحظه واحده كده انا عايز افهم يعني مش كل حاجه جوه البي ال سي بتتخزن على ميموري. الميموري المتاحه جوه البي ال سي ايه؟ لا لا مش الانواع انا قصدي السايز الاحجام. احجام الميموري جوه البي ال سي عامة هي الميموري كده ليها قاعدة لوحديها يعني. بس الميموري جوه البي ال سي متقسمة لبيت وبايت وورد ودبل وورد تمام. بيت وبايت وورد ودبل وورد. اوريدي البيت ده اصغر حاجه جوه البي ال سي اصغر يونت جوه البي ال سي. فالباينري الزيرو او الواحد ينفع يكتب على بيته ولا لا؟ ده اصغر حاجه زيرو او واحد يبقى الزيرو الواحد ممكن يكتبه هنا. هو اوريدي اعتبر البيت اهو هو ده فممكن يشيل الزيرو او يشيل الواحد. تفتكر الحاجه اللي بتخش جوه شنطه صغيره مش ممكن تخش جوه شنطه كبيره؟ يبقى عشان كده اللي ينفع يكتب على البيت اكيد ينفع يكتب على البايت وعلى الورد وعلى الدبل وورد ما فيش مشكله. تمام؟ يمكن لو هنتكلم على عيب وحيد هيكون العيب اللي انا عملت ايه بس على الفاضي؟ خدت نمرة على الفاضي زيادة بس. طيب طب معلش سؤال يعني لو انا كتبت واحد جوه البيت هو كتب على ايه؟ على البيت خد البيت كله صح؟
لو كتبت واحد جوه البيت اتكتب على بيت ولا اتكتب على البيت؟ ها مع ان هو كل اللي عايزه بيت، بس هو دخل جوه برطع عمل ايه؟ جه على البيت خد بيت كده فيه واحد، وبقيت البيت كده فيها ايه؟ اصفار. قال لك محجوزه محدش يجي عندها، دي بتاعتنا بس. طب معلش هو ليه عمل كده؟ هي مش رخامه بس اسمحني اقولها بالطريقه دي. تخيل كده عندك فاكهه معينه ممكن تبوظ، او مثلا طماطم. طيب ماشي فاكهه طماطم، الطماطم دي لو حطيتها في شنطه قد كده انت غصب عنك مضطر ما تحطش حاجه فيها عشان يوجد لها ايه، حتى لو كانت مطميه واحده. نفس الكلام الواحد دوت، رغم ان هو كان كل اللي عايزه بيت بس، حتى لو كتبت على الدبل وورد هتلاقي ال 31 بيت التانيين، مش هو ده 32 بيت؟ ال 31 بيت التانيين رماهم بصوره اكشن، لو اي حد حط قيمه جوه يبقى اللي جوه الدبل وورد ما بقاش واحد خلاص، ده بقى 1001 بقى في قيم ثانيه. تمام؟ فهي على فكره مش عيب قوي ان انا استغل ميموري كبيره، يعني انا مش حاجه ضخمه اللي هي درجه ان انا يعني هتبوظ الدنيا معايا ومش هلاقي بالي ومش هكفي، لا مش كده خالص. يعني انا هيجي لي اوقات هبقى مضطر كده كده استخدم ميموري كبيره على الفاضي، هكون مضطر اعملها عشان حل حاجات انا اتكلم عنها كمان شويه، عشان احل مشاكل انا اتكلم عنها كمان شويه. عشان كده هتلاقي الباينري متكون من 0 و1 اللي هو ينفع تخزنهم على بيت او بايت او وورد او دبل وورد. اوكي. الديسيمال من 0 لغايه كام؟ 9. البيت ينفع؟ لا مش هينفع البيت، البيت لو كان موجود كان اخره هيعمل ايه؟ واحد. ملهاش معنى. عشان كده ملحوظه بس بره الجزء ده لمده نص دقيقه كده. مش هتلاقي عمليات حسابيه جوه البي ال سي شغاله على البيت. انا ما قلتش البيت مش مهم، لان كده كده اصلا البيت هو البيت، البايت 8 بيت، الوورد 16 بيت، الدبل وورد 32 بيت، يعني كله مرتبط بالبيت. بس اللي ممكن يجيب لك عمليه في البي ال سي ده في الكاونتر تفتكر احنا ما خدناهوش. بس حد فيكم يعني يصدق ان الكاونتر بيعد على بيت؟ يا اما كان هيبقى اخره يعد ايه؟ واحد. يعني تعدي كرتون يقول لك بس كده انا جبت اخر، ما اداش يعد كمان كرتون، يبقى المصنع ده طلع كرتون والباقي كده عوض على الله فيه. تمام؟ فهتلاقي ان عمليات حسابيه جمع طرح ضرب قسمه شيفت وروتيت هنعرفهم بعدين، كومبير وموف وفاريبل وسبروتين والانتربت، لا يمكن تلاقي حاجه فيهم شغاله على ايه؟ على بيت. الحاجات اللي ممكن بيت ايه؟ تفتكر اللي هي معقوله ان تبقى بيت زي ايه؟ مفاتيح الانبوت، اه في مش حاجه اسمها مفتاح فيه الاوتبوت صح؟ الميركر، فاكرين الميركر ولا الستون؟ اللي هو الريسيفت بالظبط. تمام؟ فالانبوت اه مش حاجه اسمها انبوت تفتح ويقفل، اه بيت المشكله واحد وزيرو مقفول ومفتوح. الاوتبوت نفس الكلام، الميركر نفس الكلام، حاجه اللي هنعرفها اسمها في 0.0 هنعرفها بعدين نفس الكلام، اللوكال ميموري البيت. فالحاجات اللي ممكن امثلها باه ولا موجوده ومش موجوده مفتوحه مقفوله دي تعتبر بيت. طبعا البايت والورد والدبل وورد ينفع. الهكس ديسمال من 0 لغايه 15 وهنفهم هو ليه من بعد التسعه قال اي بي سي دي اي اف ما قالش 10 11 12 13 14 15 برضه البيت ما ينفعش، لكن ممكن البايت والورد والدبل وورد. الريال في البي ال سي هو الارقام اللي بعلمها على الشيء، لا بنكتبها على الموبايل او على الكالكوليتر 5.7 30.14 0.99 كي اللي هي دبل وورد. نقطة بقى مهمة جدا، إجباري أي قيمة فيها علامة تتكتب على دبل وورد. سيمنز عملت كده ليه؟ معرفش، بس هي عملت كده. ماركات تانية عملت حاجة تانية. كي هي مش ميزة ولا عيب، يعني هو قال لك إن أي حاجة دبل وورد، أي حاجة فيها علامة على الشاشة شغالة على دبل وورد. حتى هتلاقي الإيكويشن كلها اللي فيها علامة على الشاشة ما بتتسجلش على دبل وورد. عملية الموف اللي بينقل ارقام بعلامة عشرية ما بيكتبهاش، ما بينقلهاش غير على دبل وورد وهكذا. كي طب في نقطة معلش، طب حاجة زي كده افرض انا اشتغلت على ماركة ثانية ما طلعتش دبل وورد هعرفها منين؟ معلومات زي كده عايز اقول لك، واحنا شغالين انا نفسي في حاجات معينة هنيجي عندها اقول لك مش فاكر، استنى لما اشوف الحاجات دي. مش انت مش مضطر تبقى حافظها، يعني مثلا هنيجي نشرح حاجة اسمها شيفت ليفت بايت، حاجة هنشرحها في البي ال سي مش عارف ده شغال ايه. دوس اف 1 هتلاقي لك شيفت ليفت بايت بيشفت ارقام انتجر بسايز بايت فورمات انسايد، هتلاقي لك المعلومات المهمه جدا عنها. او حتى لو وقفت عليها كده بالماوس هتلاقي قال لك المختصر المفيد. زي في التايمرز لما تقف على التايمر يقول لك التايمر ده ممكن تسميه كذا او كذا او كذا او كذا. اوكي؟ فالحاجات دي ما تشيلش همها يعني. الفلوتنج بوينت في البي ال سي هي برضه طريقه بكتب بيها الارقام العامه العشريه، بس الطريقه مميزه شويه عن الباقي، هنعرفها بالتفصيل دي كده بكده. بس الطريقه مختلفه في الشكل. برضه لازم تكون على لان في علامه على الشيء. طيب الباينري كود ديسمال عشان اقول لحضرتك هو الفكره في ايه؟ جاوب على السؤال دوت وانا اقول لك ايه حكايه الباينري كود ديسمال.
ده رقم كام؟ 9 صح؟ لا حضرتك شايفه 9 بس هو مش 9، هو ده حكايه البان اللي كنت سمعه. هو قال لك بدل معاه ده الراجل اللي شغال معايا، الحكم لما يجي يرفع بتاعه في الملعب ما ينفعش يرفع واحد وزيرو، مع ان اللوجيك بتاع ال7 سيجمنت ديسبلاي اللي هو ماسكها دي مش شغاله ديسيمال، دي شغاله باينري، بس هو قال لك انا هخليها باينري كودد ان ديسيمال. يعني ايه؟ يعني باينري بس لما تظهر تظهر كانها ايه؟ ديسيمال. فانا المكنه تشتغل زي ما عايزه باللانجوج ماشين بتاعتها، والناس المشجعين القاعدين في الملعب يفهموا ايه اللي بيحصل. نفس الكلام لما تيجي تبقى القيمه للبي ال سي، الارقام دي ارقام ايه اللي مكتوبه هنا؟ ارقام ايه؟ ما اي حد يقرا رقم، اقرا رقم حتى اللي مكتوب 56 مش 59 رقم 59 صح؟ غلط، انت كتبت 59 بس اللي دخل للبي ال سي دخل له ايه؟ كهرباء ومفيش كهرباء، اللي هي واحد وايه؟ وزيرو، اللي هي كانها ايه؟ باينري. فهو عمل لك لغه تريح كل، تريح حضرتك وتريح المكنه اللي هو البي ال سي. قال لك البي ال سي عايز باينري مفيش مشكله، حضرتك عايز ديسيمال مفيش مشكله، اكتب ديسيمال بس كده كده هتوصل له ايه؟ وهو يشتغل باينري بس كده كده هيخرج لك ايه؟ ديسيمال. هي دي الباينري كود ديسيمال. اوكي؟ هي ما اخترعش حاجه جديده، حتى احنا بنيجي نشرحها وانس ان احنا شرحنا الباينري وشرحنا الديسيمال هتلاقيهم الاثنين عباره عن كومبينيشن ما بينهم يعني. اوكي؟ طبعا الديجيت في الباينري كود ديسيمال بيتفك في 4 ديجيت في الباينري. يعني الديجيت في الديسيمال بيتفك في 4 في الباينري. عشان كده هتلاقي بص ده رقم صح؟ بص ورا 1 2 3 4 على 4 اطراف. ونفس الكلام ده رقم 4 اطراف. ال 7 سيجمنت ديسبلاي بس طبعا دي حاجه دي فيها علامه وفيها كذا حاجه. ال 7 سيجمنت ديسبلاي تكتب 9 سوري 9 اخرها 9 برضه 4 اطراف زائد الاثنين بتوع السبلاي اللي هو التخزين. اوكي يعني 6. هنعرفها بالتفصيل الامتحان بس صح. اوكي طب سؤال معلش، مش احنا قلنا ان الرقم الواحد محتاج 4 بيت يتكتب عليهم؟ ليه قال لك نبدا بالبايت؟ ليه ما بداش بنص بايت؟ ب 4 بيت؟ مش عايز نص بايت، مفيش يعني خش جوه البي ال سي هات لي اي حاجه اعرف اقول بيها كلمه نص بايت. انا بعد البيت ما اقدرش اقول له 2 بيت، مش عارف اقولها له. بعد البيت بقول 8، بعد ال 8 16، بعد 16 32، مش عارف اقول له كلمه 17 بيت حتى. اوكي؟ هتقول لي انا اروح لل 32؟ اه ما فيش غيرها، عشان كده بقول لك اوقاتها مضطر احجز ميموري كبير على الفاضي. يعني حاجه زي كده لو عايز اكتب رقم، تخيل كده معايا ان رقم من هنا بيحجز نفس الحاجه لو خدت ايه؟ رقمين. لان مفيش حاجه اسمها نص بايت، هو كده كده ايه؟ بايت. اما الاثنين مع بعض اعتبره ايه برضو؟ بايت. صح؟ مش ده 4 بيت و4 بيت؟ ال 4 بيت بيخش على ان هو بايت، ما ينفعش ياخد نص بايت. طب ما الاربعتين مع بعض كده كده ايه؟ بايت. صح؟ فعشان كده بقول لك اوقات هبقى مضطر احجز ميموري على الميموري سايز الميموري غصب عنها هضطر استخدمه، ملهاش حل تاني. تمام؟ طبعا الورد ينفع وده الورد ينفع. هوضح لك اكتر، ده الشكل بتاع الانبوت. انا بكتب 1 2 3 4 الارقام اللي انا بكتبها دي انا شايفها ديسيمال بس هي داخله على البي ال سي على انها رقم ايه؟ باينري. نفس الكلام رقم 7 اللي انت شايفه قدامك، رقم 7 دوت انت شايفه 7 بس هو مش معمول على انه 7، معمول على انه باينري وبعد كده خرج بره على انه 7. تمام؟ الاسكي ابريفيشن لكلمه امريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج. هي امريكا اللي اخترعت الكمبيوتر فعملت حاجه حلوه قوي، قال لك الكمبيوتر ما بيفهمش غير ارقام بس عايزين كيبورد، ما هو مش معقول هيعمل لك الكيبورد عباره عن واحد وصفار وانت ترجمها في دماغك، يعني الموضوع صعب جدا. فقال لك خلاص هكتب لك على الكيبورد من بره حرف التي والواي والالف والبي والياء، بس وانس ان انت دوست على الرقم الكمبيوتر عايز يعرف ايه ده. ونفس الكلام في البي ال سي، مش في البي ال سي هقول له تي 32 تايمر 32 input i 0 صح حرف الاي، فبيعمل ايه؟ بيروح للجدول دوت اللي هو الاسكي ويقول له لو سمحت هي تي معناها ايه؟ يقول له معناها 0 0 1 0 1 0 1 0 يقول له اه فهمت كده مظبوط. لو جيت عند التايمر وسميته اس مثلا فيجي ترجمها هنا 1 1 0 0 1 0 1 0 يقول لك لا مفيش حاجه اسمها اس، ما عنديش حاجه بالاسم دوت. او بمعنى صح هو ما فهمش الاس، هو راح بص على الرقم فهم الرقم فقال لك اه موجود او لا مش موجود. الباينري في البي ال سي اللي هو الثنائي البيز بتاعه 2، يعني الاساس بتاعه 2 لان هو متكون من 0 و1 بس. الديسيمال اللي هو العشري من 0 لغايه 9 فمتكون من 10 ارقام. الهكس ديسيمال 16 رقم لان هو متكون من 0 لغايه 15. وخد بالك دايما اي حاجه في البي ال سي بتبدا من 0، فلما تلاقي 15 معناها في الترتيب 16 يعني. اوكي؟ تعال هتلاقي حاجه غريبه قوي، ارقام الباينري اللي بيحط قبليها 2 هاش اللي هي 2 شباك. الهكس ديسيمال 16 هاش. ليه الحركه دي؟ هسالك سؤال وهتغلط فيه وعشان هو السبب دوت هو عمل الحركه دي. ده رقم كام؟
نفس اللي حضرتك قلته. هو في واحد قال 11 وواحد قال 1-1، ما ده ممكن يتقرا على انه 1-1 بالباينري، ممكن يتقرا على انه 1-1 بالهكس ديسيمال، ما الهكس ديسيمال في برضه وحايد، ممكن يتقرا على انه 11 بالديسيمال. تخيل بقى لو قريته بالباينري طلع 3، لو قريته بالديسيمال طلع 11، لو قريته بالهكس ديسيمال طلع 17. انت متخيل ان انت نفس الرقم طلب كذا قيمه؟ عشان كده قال لك من الاخر عشان نبقى متفقين مع بعض، لو انت عايز تتكلم معايا بالباينري حط 2 شباك، لو انت عايز تتكلم معايا بالهكس ديسيمال حط 16 شباك. الديسيمال مميز خلاص، لان يعني ما كانش ده ولا ده يبقى اكيد هيبقى ده. الريال معروف من شكله ان فيه علامه. الفلوتنج بوينت الحمد لله ما فيش ارخم منه يعني في المنظر بتاعه. الاسك ما يهمنيش كده كده، فخلاص كده انا هقدر اميز ما بين كل واحد والتاني، سواء هو او انا. يعني لما اجي ابعت له معلومه هيعرف يميزهم، وانا لما اجي اقرا حاجه هعرف اميزها. اوكي، مع خد دايما في الاعتبار ان انت كده كده افضلك تختار الفورمات الاسهل بالنسبه لك. يعني انا ليه مثلا عايز اقرا حاله قيمه كاونتر اروح اقراها بالباينري وبعد كده احولها؟ تمام، وانس ان انا عارف ان الحاجه اللي هقراها اسهل لي بالديسيمال خلاص اقراها بالديسيمال. اوكي، الديسيمال لا خلاص معروف يعني كويس. لا طبعا 2 ده عشان يبين لك البيز، والشباك عشان بس سيباريتور فصل ما بين ده وما بين ده عشان ما تتلخبطش. غلط، يبدا من 0-1-1 معروف من شكله عشان هو الوحيد اللي فيه حرف الاي الاكسبوننشال، فما حطلوش حاجه، هو ده الشكل بتاعه كده. هنشرحها لسه 1-1، ما شرحناش اي حاجه لسه. اتفضل يا باشمهندس. ما فعلا الشباك ده سيباريتور، ده حاجه بس بتفصل ما بين القيمه وما بين البيز عشان ما تتلخبطش بس. ده خناقه بقى داخلين عليها دلوقتي فيها بتاع ساعه تقريبا، فبيحصل بقى دي خليها خناقه وقتها. تمام، ازاي احول من اي فورمات لفورمات تاني، مثلا من الباينري للديسيمال او من الديسيمال للباينري وهكذا؟ تعال نشرحهم 1-1 كده. التحويل من باينري للديسيمال دايما من اي فورمات وانت رايح للديسيمال يبقى لازم تضرب. دايما رايح للديسيمال، الباينري البيس بتاعه كام؟ 2، يبقى هضرب في 2. لو كان في اوكتل من اوكتل لديسيمال هضرب في 3. لو كان في مثلا الهكس ديسيمال من هكس ديسيمال لديسيمال هضرب في 16. انا قلت كام؟ سوري، لا، من باينري لديسيمال 2، من اوكتل لديسيمال اضرب في 8، من هكس ديسيمال لديسيمال اضرب في 16. اوكي، اوكتل اللي هو الثماني. مثلا الرقم الموجود هناك 0-1-1-0-1 هو لا ولا تفرق؟ ما تفرقش. ده هو اللي مكتوب هنا الباينري. طيب 3 اصفار 0 على الشمال كقيمه ملوش معنى، بس كميموري لا. لحظه بقى، احنا اتفقنا ان الميموري ما فيش حاجه اسمها دي. لو شفت دي مكتوبه على البي ان سي لا يمكن، مش هتحصل، مش هتظهر، ده هو مش هيرضى. يعني لا يمكن يحصل ابدا حضرتك تكتب رقم زي دوت او هو يظهر لك رقم زي ده. لو كتبته كده ودوست انتر هو عامل ايه من نفسه؟ مكمل كام صفر؟ 3، يقول لك على الاقل 3 اصفار. هو لو جه قرر لك قيمه لا يمكن يطلع لك قيمه جوه صفحه الستاتس تشارت بالمنظر ده، استحاله. هيطلع جنبيها اصفار بحيث ان هو يقفلهم 8 او 16 او 32. طبعا 2 شباك. لو ما حطيتش 2 شباك اعرف هيقرا لي انا كام؟ 10110. حتى لو في صفار على الشمال، لو ما فيش 2 شباك هيقرا عنها ديسيمال. تمام؟ يبقى عشان نحول من باينري لديسيمال هنضرب في 2 في 2 تمام. هو أول بيت موجود هنا فين؟ فين أول بيت؟ اللي هو أني واحد؟ ده ولا ده؟ اليمين بالظبط. وعلى فكرة المعلومة دي مهمة جدا، ليه؟ لأن مش شرط تكون دي قيمة، ممكن تكون دي مثلا، يعني مش شرط تكون قيمة كقيمة وخلاص، يعني ممكن تكون قيمة بتدلك مثلا إن في مشكلة أو لأ، صح؟ ما ممكن يكون عارف إن القيمة لازم تكون أقل من 50، طلعت أكبر من 50. لو قريتها صح هعرف إن في مشكلة. تمام؟ فمهم جدا أقرأ دايما من اليمين للشمال.